يعطيكم العافية. هسه راح أبلش شرح مادة Structure 1. طبعا أنا هسه الترمنسي راح أشرحه على طريقة الكتاب. أنا شرحت هذيك المرة على طريقة ثانية أسهل وأحسن، بس إحنا بنلتزم بالكتاب. بكل بساطة أنا إذا بدي أعرف بيم اللي عندي ديتيرمنت، يعني بقدر أحله بطرق الاستاتيك Structure 1، أو إنديتيرمنت ما بقدر أحله إلا بالStructure 2، وبدي أعرف إذا إنه Stable أو Unstable. هسه القاعدة بتقول لي في عندي رموز، عندي رمز اسمه R، عندي رمز اسمه N. N بيمثل عدد القطع اللي بالبيم، يعني أنا عندي بيم واحد زي هيك عليه سبورتات، تمام، عادي عليه سبورتات وماشي عادي ما ليش فيه. بس هذا قطعة واحدة ما حصل عنده فصل، يعني ما حصل إني أقسمه يمين يسار، يعني ما كان في internal hinge بالمختصر، بالتالي N تكون دائما إله واحد. يعني عدد، يعني البيم، يعني مثلا هذا زي اللي قدامي، بلاحظ انه قطعة واحدة، يعني ظليت ماشي ما عندي انترنال هنج خلته يصل عندي على بيمين، يصير بيمين لان عدد البيم. طيب مثلا هذا اللي تحته ان كم بدها تكون؟ بدها تكون واحد، ليش؟ انه قطعة واحدة. بس لما نلاحظ احنا مشينا هيك حدث هون فصل، بعدين مشينا قطعة ثانية، فبالتالي ان اثنين هكذا، فبالتالي ان انه عدد. طيب هيك عرفنا ان. طيب الار، ايش الار؟ هي اللي هي عدد الرياكشنز المجاهيل. يب ببساطه هذا بن وهذا بن، فبالتالي رياكشن 2 3 4، فبالتالي ار تساوي 4. يعني ار اللي هي عدد المجاهيل، بطلع السؤال بشوف كم مجهول عندي هاي. بس مش بس عدد المجاهيل، هو عدد الانترنال لودنج، يعني الانترنال رياكشن، يعني بس لجهه واحده. يعني مثلا هون عندي internal hinge، internal hinge دائما لما افصل يطلع عندي x و y، بس لما اعمل free body diagram، هاي الفري بدي diagram لهذا الشكل، فبالتالي r بدها تكون، احنا بنعد عندي مجهول، مجهولين، ثلاث، اربعه، ما بعد خمسه ست، لا بعد بس مجاهيل، يعني بس بعد من جهه واحده، فواحد اثنين ثلاث اربعه، هون خمسه سته، بالتالي r تساوي سته مش ثمانيه. ليش؟ لانه اصلا هذول المجهولين من نفسهم، هذول المجهولين بس متعاكسات بالاتجاه، عدد المجاهيل فعليا عندي 1 2 3 4 5 6 في ار 6. كم قطعه عندي؟ عندي قطعه قطعتين، فبالتالي ان تساوي 2. قاعده بتقول لي اذا ار تساوي 3 ان، فبالتالي هذا بيكون ديتيرمنت. ار بتساوي 3 ان بيكون ديتيرمنت. اذا ار اقل من 3 ان يكون unstable، لأنه عدد المجاهيل أقل من المعادلات الاتزان. وإذا عندي R أكبر من 3N يكون indeterminate، طبعا بيكون first order second order اللي هو حسب شو الفرق بينهم، يعني 3N ناقص R كان بيعطيني second order first order. طيب عرفنا شو يعني R، عرفنا شو يعني N. N اللي هي عدد القطع، وال R اللي هي عدد المجاهيل، وال internal كودينج انترنال اكشن زي الانترنال هنج بس من جهه واحده، بعده مره ما بعد مرتين. بالتالي اهم شيء اعرف كيف اعمل فري بادي دايجرام. ف عادي مشيت هون عندي فيكست وانترنالين هنج، فبالتالي كم قطعه عندي؟ عندي قطعه قطعتين ثلاث، فبالتالي ان تساوي ثلاث. طيب ار كم بدها تكون؟ ار بتقول لي هذا فيكست، فبالتالي في عندي هنا ثلاث رياكشن، وهذا فيكست برضه عندي ثلاث رياكشن، في عندي هون internal hinge فبالتالي عنده اثنين reaction، في عندي هون internal hinge برضو اثنين reaction، فعدد المجاهيل ثلاث وثلاث، ستة واثنين واثنين، عشرة، عشرة R، يعني R بتساوي عشرة، ف R بدي أقارنها مع ثلاث N، عشرة بتساوي ولا أكبر ولا أقل من ثلاث N اللي هي ثلاث في ثلاث اللي هي تسعة، والله عشرة أكبر من تسعة، فبالتالي عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات الاتزان بواحد، فبالتالي هذا indeterminate first order، indeterminate first order. هاي هيك ملخص الاستابيليتي والديتيرمنسي. طبعا الديتيرمنسي زي ما شرحتهم، الاستابيليتي اللي شرحتهم بفيديو الورقي، بس هون الديتيرمنسي على طريقه الكتاب. طيب عادي هذا فريم، في عندي هنا، في عندي هنا بن، عندي هنا فيكست، بالتالي ثلاث رياكشن، هون رياكشنين، عندي هون انترنال هنج في كمان برضه رياكشنين هي من جهه واحده،
اللي هم هاي يا هذول يا هذول، بالتالي 2 و2 4، 3 7، بالتالي R تساوي 7. طيب الآن كم اللي هو عدد القطع اللي هي قطعتين، بالتالي N تساوي 2. طيب 7 أكبر من 3SN اللي هي 6، 7 أكبر من 6 R، بالتالي indeterminate برضه first order، هاي first degree. طيب هون نفس الإشي، هذا بن هذا السؤال بكل بساطة عندي بن، وهذول internal hinge وهذا fix. فبالتالي 3 3 و2 5 و2 و2 4 5 و4 9، فبالتالي R 9. وكم عدد القطع عندي؟ عندي قطعة قطعتين 3، فبالتالي N بتساوي 3 9 على 9 وبيعطيني determinant. هذولا نفس الفكرة. طيب هسا كان عندي عمارة اللي هي طوابق، هاي هون عندي فلور طوابق، كيف بتعامل معها؟ ببساطة هاي ما بعرف أوجدها إلا إذا عملت لها كت. أنا قطعتها قطعها هيك، إحنا بنعرف الستاتيك قطعنا أي بيم وفريم عندي 3 قوى، شير مومنت نورمال. بالتالي أنا قطعت هذا البيم عندي الفري جرام، شو بعمل؟ أنا بعد القوة عندي رياكشن 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 3، باخذ جهة واحدة 4 5 6 7 8 9، ما باخذ الجهة الثانية لأنه هذول تساوي هذول بس عكسات الاتجاه، بالتالي R تساوي 9. طيب N شو بتكون؟ عدد القطع عندي هاي قطعة عندي هاي قطعة، بالتالي N تساوي 2. فتسعة على 3N يعني 9 أكبر من 6 R، فبكون indeterminate إيش؟ 3 اللي هي 9 ناقص 6 وتساوي 3، هي 9 و6 3 عادي. هذا نفس الإشي، قطع قطعين عشان أفصل القطع، عندي R R بعدهم N هم 3 قطع معي هاي. بس الستابلتي زي ما شرحت لازم ما يلتقوش ببعض، لازم ما يكونوش كلهم متوازيات، لازم يكون الانتراكشن على الاقل. بس هاي الستابل اون ستابل نفس الفكرة. هاي اسئلة ما لهاش طعمة، ال 3 دي اللي زي هيك، هاي اسئلة اللي كان يعني هاي اذا هذا بتعرف ستابل او ان ستابل، اللي هاي قوة بتعطيني لفوق قوة يعني تنشن، قوة تنشن وهاي قوة تنشن وهاي قوة تنشن، فلاحظ انه الرياكشن كلهم توازيات فبتلاقيها ان ستابل. هذا بكون عندي بن 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 رولر، فبالتالي هذا انديتيرمن ستيبل، مش ستيبل لانهم مش متائم مش متبقيات. ديتيرمن كم؟ 4 رياكشن 4 رياكشن، 1 رياكشن، 5 رياكشن، الان 1 5 مع 3 ان اللي هي مع 3، فبالتالي هذا انديتيرمن سكند اوردر. هذا بقطع هون قطعة وهذا بقطع هون، يطلع عندي قطعة، عندي قطعة قطعة اللي بالنص قطعة اللي برا هاي قطعة، لأن تساوي 3. ولما أقارن عندي أن 3N تساوي 9، الآر أنا في 4 رياكشن 4 رياكشن، وبعد اللي جوا هاي 3 3 3 3 3 3 3 3 3، بعدهم بيطلع معي الجواب. بكون موجود الجواب بالمانيوال، والمانيوال هاي نزلنا لكم إياه أول يوم بالدوام. أغلب الأفكار هاي الأفكار الفكرة البيم المركب، إذا عندي هذا بن وهذا فيكست وهنا رولر، هاي رولر مش انترنال هنج، بالتالي هاي قوة واحدة بالنص، ما عندي قوتين، وهاي عندي 1 2 3 وعندي هاي 1 2، فالآر عندي 1 2 3 4 5 6، الآر تساوي 6 والان تساوي 2، الان اللي هي هاي قطعة هاي قطعة ان تساوي 2، فستة مع 3 2 اللي هي 6 مع 6، وبالتالي هذا تيرمن. هسه افكست 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 هاي بن، بالتالي فيكست معناها هون ما في اشي يعني ما في انترنال هنا، عندي هون 3 رياكشن، عندي هون 3 رياكشن، عندي 2 رياكشن، ما عندي اشي، 3 3 6 2 8، الان ضد القطع قطعتين بس لانه هاي فيكست فيكست، فبالتالي هاي قطعة هاي قطعة، بالتالي ان بتساوي 2، ان تساوي 2، ف قارنها مع 8 بلاحظ انه هذا indeterminant second degree اصلا معروف، هذول 6 مجاهيل. وبصل عند هاي تحلل لي المعادلة
بالتالي بيظل عندي جولين زيادة. أي يعني أفكار الديترمنسي والتبريت، يعني طريقة الكتابة هي الآر والأن. وشو الآر والأن؟ وضحت لكم إياها الطريقة هاي. يعني ممكن الآر والأن مش هيك، أنا ما أخذتهم طريقة آر وأن، يعني ممكن الأن لها مصطلح ثاني بس يزبط معي على كل الأسئلة كثير اللي أنا طلعته. بس كيف بدي أوجد الرياكشنز؟ هون المادة بتبلش. طبعا هذا سؤال استتك في أي شيء. قال لي determine the reaction on the beam. شو انفكر؟ لاحظ انه عندي هذا بن وعندي هذا بولر. لازم اول شيء اطلع اذا انه ستيبل او انستيبل. اغلب كل اسئله structure 1 determine to stable، بس احنا مشان احتياط عندي الان يساوي 1 والار بتساوي 3. 3 بقارنها مع 3 في 1، يعني 3 مع 3 بتلاقيها determined وستيبل، لانه هون reaction x وreaction y. رياكشن واي مش متلاقيات. كيف اوجد الرياكشن؟ بكل بساطه راح اطبق، راح اعمل فليب ديجرام. هاي الستين بتتحلل كوساين وساين، دائما مع اكس بتتحلل كوساين 60. مباشره هاي الفليب ديجرام قدامي، باخذ سيجما اف اكس بتساوي 0، سيجما اف واي بتساوي 0، سيجما اف زد قصدي سيجما مومنت سبورت سبورت تساوي زيرو. بطبق الثلاث معادلات هذول بطلع لي اي مجهول، ودائما بلش بمعادله المومنت اند سبورت بتحل لك الفكره كامله. يعني هاي بس كيف اطلع رياكشن، ما فيها اي صعوبه. طيب سؤال ثاني، في عندي هون حمل شبه منحرف، توجد الرياكشن. اول شيء هاي فيكست، فبالتالي 1 2 3 هذا 3 رياكشن. بطبق سيجما اف واي، بطلع مين؟ بطلع الـ AY. طبق سيجما اف اكس طلع معي اكس 0، صار عندي سيجما مومنت مشان اوجد رياكشن المومنت. هسه هذا اركزه ببساطه شبه منحرف، بقسمه لا مستطيل ومثلث. المستطيل ارتفاعه 5 وقاعدته 12، في 5 في 12 بيعطيني قيمه اللود لتحت. وعندي 15 ناقص 5 10، فارتفاع مثلث 10. نص في 5 في 10 بيعطيني نص، في 10 12 10 في 12 بيعطيني قيمة اللود الثاني لتحت. بجمعهم بيعطيني الاف واي، وتركيزهم المثلث ثلث عن الزاوية القائمة. بالتالي 12 على 3 4 بيكون 4 من هون في الزاوية القائمة، تركيز اللود 4، تركيز المستطيل بيكون على بعد 6. ثم هون موضح بالشكل هذا 6 4 بتجمع مومنت على المعادلات هذول وبيطلع معي 100%. طيب عندي اذا كان عندي شيء مائل، بكل بساطه اذا عندي دائما سبورت مائل اكس اخذ كوساين اي ساين قصدي الواي كوساين. طيب احط عندي اي بن رولر رياكشن افقي رياكشن عمودي، وعندي هاي بكون رياكشنها بالاتجاه. طيب هاي مايل باي زاويه؟ ببساطه بطلع الزاويه هاي، انا ارفس الاربعه على ثلاثه طلع معي 53. بالتالي هاي الزاوية، الزاوية بدها تكون مش 53، تكون متمم إلها، لأنه هاي هي بتكون 53 معي. بالتالي ساين 53 بيعطيني العمودية زي هيك، وساين 53 بيعطيني الأفقية زي هيك. بطبق سيجما اف اكس سيجما اف واي سيجما مومنت وبيطلع معي السؤال. يعني هاي فكرة المائل، أول فكرة السطوح المائلة. شوف كيف الفري بدي تيجرام اكس اكس واي، تركيز المستطيل 500 في 7 3500 في المنتصف 7 في منتصفها 3.5، وهي المسافة 3.5 بالمية. هسه هاي نورمال بي اللي قوة الرياكشن. إذا بتلاحظ هذا المثلث 3 4 5، لكن هذا المثلث 4 3 5 اللي هو متمم لها، عشان هيك حكيت كوساين وساين عكسهم. فبالتالي كيف هذا بدي اجد الرياكشن له؟ باخذ المومنت عند A، باخذ المومنت عند A، بحلل هاي النورمال بي كوساين ساين، كوساين الأربعة على خمسة، كوساين الأربعة على خمسة، وساين الثلاثة على خمسة بتعطيني العمودية. بحلهم بعطيني النورمال بي، بعدين A X و A Y سيجما F X سيجما F بتطلع معادلة. إن شاء الله يكون الإشي واضح، يعني مش صعب إن شاء الله. يعني أنا كان الاشي واضح كيف اعرف شو اخذ هاي الاشياء. هذا الاشي ما في ناس ما اخذوه بالاستاتيك، المفروض يتاخذ اذا عندي
هذا كومباوند بيم. كومباوند بيم يعني في عندي انترن هنج، في عندي اشياء بالمنتصف زي انترن رولر. بكل بساطة بكل بساطة كالي ايه، كالي ايه فيكس تي رولر. وصلنا بالستركتر 1، اذا شفت فيكس انترنال هنج واحدة اعرف انه الثاني رولر، اذا شفت رولر وانترنال هنج اعرف انه الثاني فيكس. مستحيل يكون عندي انترنال هنج وسبورتين من رولر. غلط. السؤال ذا فيرست عند دكتور هاشم ستركتر 1 مش نفسه بس نفس الفكره. طيب عندي انترنال هنج، عندي انترنال هنج بكل بساطه بفصل عنده بطريقه معينه. هسه بجد فري بادي دايجرام، كيف اعرف كيف رسمت الفري بادي دايجرام هذا؟ عندي فيكست، فبالتالي مومنت اكس واي، مومنت اكس واي، وعندي هاي سي عليها رياكشن واي. بلاحظ لو بدي احلها طرق الاتزان العاديه ما بصير، فبالتالي لازم افصل عند الانترنال هنج. فصلت عنده، حكى الانترنال هنج بيطلع عنده قوتين اكس واي، طلعتهم هيهم كالفري بادي دايجرام. دائما لما اشوف انترنال هنج بفصل اكس واي وبعمل بعكس الاتجاهات. اذا بتلاحظ هنا تحت هذيك لفوق، هذه اليمين هذيك اليسار. هذه 400 بركزها، 400 في 20 بالمنتصف، هذا مومنت 6000 على الانسان. كيف اوجد الرياكشن هسه؟ بروح على الجزء اللي فيه مجهول اقل. لاحظ عندي هون مجهول مجهولين ثلاث، لاحظ عندي هون مجهول مجهولين ثلاث اربعة خمسة. انا هو اسهل احل ابو الخمس مجاهيل والثلاث مجاهيل، اصلا ما راح نحل معك ابو الخمس مجاهيل، فبتروح تحل والثلاث مجاهيل اللي هو الجزء الديتيرمنت، لانه هذا جزء الديتيرمنت هذا انديتيرمنت. انت بصير هذا الديتيرمنت اوجد هذول الثنتين. طيب هذا السؤال، هاي بي اكس بي واي وسي واي، هذا لحاله كله على الستاتيك. بما اف اكس يساوي 0 بي اكس 0، فبالتالي بمسحها من الرسمه، بمسحها من الرسمه. طيب سيجما اف واي تساوي 0، عندي مش سيجما اف واي، سيجما مومنت عند البي تساوي 0 طلع لي سي واي. اطبق سيجما اف واي طلع لي البي واي. هات البي واي احطها هون، هات معي هاي سالبه بحطها فوق، هاي بنزلها تحت اذا طلعت هاي سالبه. طيب هسه طلعت البي اكس، طلعت البي واي، إذا كم مجهول عندي صفة ثلاث، هذا البيم لحاله، هذا البيم حاله، أخذ له سيجما اف اكس بيطلع معي اكس زيرو، أخذ له سيجما اف واي طلع لي الاي واي، سيجما مومنت عندي الاي تساوي زيرو، بخلي المومنت عندي اي. أو بمجرد ما إني أوجدت السي واي، أنا أوجدت السي واي طلعت معي مثلا 100، طلعت معي هاي 100، طيب صارت معي 100. زي كانه اعطاني هاي 100. هذا السؤال فيه ثلاث رياكشن، طبق سيجما اف واي بشكل هذا كامل بدون ما افصل، طلع معي اي واي، طبق سيجما اف اكس تطلع معي اكس 0 انه ما فيش ولا لود، افك السؤال، طبق سيجما مومنت عند اي او سي تطلع لي مومنت عند اي. بالتالي بقدر احله بطريقتين، يا اكمل احل على الفصل خلص مجرد ما طلعت ال 100 هاي من الرياكشن اللي هون، بصير سؤال ما سهل جدا اذا كانه السي بتصير لود يعني. طيب ما سي واي 400، واي 400 جوال يطلع الخطوات. عندي هنا فريم، عندي بن بن وانترنال هنج هون، فبالتالي اربع رياكشن، عندي انترنال هنج بالنص بفصل، هاي قوة مايل على سطح مايل بحللها مباشرة ما فيش أي صعوبة. هاي ثلاث أربعة خمسة، بس هاي تالي هاي هاي يعني فعليا هي الثلاث، وعندي هاي فعليا هي الأربعة، فبالتالي ساين الزاوية بيعطيني القوة على إكس، ساين الزاوية بيعطيني على واي. وأعطاني هاي الزاوية 90، بقول باخذ الزاوية هاي كم بتطلع، وباخذ الكوساين مع الواي والساين مع الإكس، ولكن بما إنه أعطاني هون زاوية ميلانها بحلل على زاوية ميلانها مباشرة، بحلل بمشي مباشرة. ركز لو ذات مش هسه بجيبه بس طول ما عليه. هيك بكون خلص شابتر 2 بشكل بسيط جدا، بس مستطيع نركز انترنال هنج هكذا. صار الثلاث على الظهر هسه التراس ما راح اشرحه لانه التراس يعني راح تصيب الاستاتيك، فبالتالي التراس ما في اي شيء، زيرو فورس منبر كذا، التراس ما في اي مشكله. سهل جدا شو ما كان، يعني هذا الشكل لا يغرك انه صعب. هذا مش داخل 3D. بيجينا على تشابتر 4. تشابتر 4 بحكي لي عن internal loading. بكل بساطة لو عندي بيم وقطعته، لو عندي بيم وقطعته
بلاحظ انه بنتج عندي ثلاث قوى، هذا الشيء اخذناه تشابتر الديترمنسي واخذناه بالاستاتيك، بنتج عندي هذا الشكل ساين كونفنشن. ساين كونفنشن هاي موجبه، هاي موجبه، هاي موجبه. انا اذا شفت عندي مو بيم زي هيك زي احمال مثلا تحت، بالتالي اذا شفت فهي راح يعمل لي مومنت هيك، ثاني لو بعمل لي مومنت هيك شفت هيك معناته هذا المومنت، يعني لما ارسم المومنت ديجرام نقطه فوق نقطه تحت، خلي المومنت ديجرام مثلا هيك تحت فوق انه هذا هاي معناها تنشن وهذا الشير هيك اتجاهه. ما بهمني انا بحل على طرق معينه. طيب انا هسه راح اشرح هسه مثلا هذا السؤال اللي اوجد الشير عند سي والمومنت عند سي، بكل بساطة بوجد الرياكشن أول شيء، طلعت الرياكشن 9 18، بقطع عند سي، بقطع عند سي هاي سي، فباخذ يا الجزء اليمين يا الجزء اليسار. أسهل إني آخذ الجزء اليمين لأنه هذا مثلث، هسا الارتفاع هذا مش معي بس معي المسافة هاي 6، فبالتالي لو عملت شبه مثلثات 18 على 6 تساوي 3 على ال W، بسمي هاي W، تطلع معي قيمة W هيها هي بتطلع معي 1، بالتالي صار معي مثلث صغير زي هيك، اخذته 6 رياكشن و9 بما ناخذ الجزء اليسار الشير اللي تحت بالمومنت هيك، والنورمال ما عندي نورمال لانه زيرو، عندي هذا ارتفاعه 1، بالتالي سيجما اف واي تساوي 0 9 ناقص في ناقص 1 في نص في 6 قيمة الشير، سيجما مومنت عند القطع هون تساوي قيمة مومنت عند القطع. يعني هذا شيء مباشر واصلا المثال بالستاتيك. هاي الاشياء مش مهمه كثير. إيه هسه الشير والمومنت فانكشن هذا راح اشرحه بفيديو لحال، بس بدي اشرح لكم هسه موضوع تركيز مومنت ديجرام للسطح المائل. اذا خلصناه احنا انبسطنا بماده الستركتشر هون. هسه في عندي حالات معينه structure 1 عندي كيف اركز اللود. هسه انا بدي ارسم مومنت دايجرام، بدي ارسم مومنت دايجرام لهذا الفريم، دائما مومنت دايجرام للفريم برسم ممبر ممبر، يعني برسم هذا الممبر لحال، برسم مثلا هذا الممبر لحال، يعني عندي فريم زي هيك، برسم هذا الممبر لحال، برسم هذا الممبر لحال، برسم هذا الممبر لحال، يعني بمسك باخذها هاي لحالها برسم مثلا مومنت دايجرام، برسم بمسك هاي لحالها خذ المومنت دايجرام برسم لحالها هذا المومنت ديجرام، الشير ديجرام. طيب هاي اول شيء. ثاني شيء هسه انا بدي احل في عندي شغله، شو النورمال شو هو والشير شو هو والمومنت شو هو. المومنت ما عندناش فيه لانه دوران ما بهم الاتجاهات. هسه الشير هسه بكل بساطه دائما لما اشوف سؤال فريم او اي سؤال، بدنا نرجع على هذا السؤال، هذا السؤال حكى لي اوجد المومنت والشير ديجرام. هسه انا دائما باخذ خط المنبر، يعني هذا منبر افقي باخذ خط افقي، بالتالي بما انه باخذ بيكون هذا امتداد الخط بيكون شيء اسمه نورمال وعمودي عليه شير، هيك المحاور، هيك المحاور وهيك المومنت. طبعا ما ليش موجب وسالب، لا انا قصدي انه لما ارسم مومنت ديجرام أمد خط زي هيك من عند الـ A، وراح أمد خط من عند الثمانية، أمد خط من عند الثلاث. بالتالي شير كون كل القوة اللي بتطلعني أو بتنزلني، يعني هاي قوة واي فوق مثلا، بعدين بظل ماشي مستقيم، إذا عندي قوة ثمانية بتنزلني عند الثلاث، بعدين بمشي خط مستقيم، بعدين بنزل هون زيرو. يعني ما اي شيء بكون طالع ونازل بالاتجاه هذا، اتجاه الفي هذا هو اللي بعمله، لفوق طلعني لتحت بنزلني. النورمال ما بهمني رسمته بالستركتشر بشكل عام. يعني بدي افهم شغله واحده، برسم مومنت دايجرام برسم العمودي على النورمال، يعني هاي النورمال باخذ العمودي عليه الخطوط زي هيك. ثاني شيء شوف كيف الفي عندي هيك لفوق موجب ولتحت سالب، يعني بتنزلني بتطلعني، بالتالي 8 عكس الفي فبتنزلني، 3 عكس الفي بتنزلني، وهكذا. يعني شو
ببدأ أستنتج من هالإشي. لو عندي أنا، فريم زي هيك، عندي فريم زي هيك، أنا حكيت نرسم منبر، بالفريم، بعمل بمسك هذا المنبر، هذا الـ AC، هاي الـ AC، الـ A الـ C، وعليه هون ثلاث شو بعمل أنا؟ برسم خط للمنبر، يعني زي هيك، هذا الخط، ماي بس، هذا بالجهة، هذا الخط هو النورمال، يعني عكس البين بالضبط، العمود عليه هو الفي، يعني الفي مثلا هيك، أي شيء لفوق بتطلعني بعكسهم زي كان لفيته، زي كان لفيت الورقة. فبالتالي ما ارسم مومنت دايجرام والشير دايجرام، خط خط من هون، خط من هون، تمام. ما لي بالبي سي، باخذ الاي سي لحاله. فبالتالي هذا رياكشن اي، رياكشن اي هذا الاي رولر، اي هي رولر والبي بن، بالتالي هاي 6 كي 6 كي 6 كت كيلو باوند، يعني 6 باوند لوين؟ جه النورمال. فما بتزني بالشير دايجرام وبتطلعني. فانا بضل ماشي شوي، هاي بدي ارسم لون ثاني اصفر مثلا، هاي اصفر، هذا الشير، هذا الشير، نرسمها زي هيك، هذا الشير. فبالتالي عندي هون قوه انا بتزني بالاتجاه الاتجاه هذا، باتجاه الشير، باتجاه الشير هذا، ما عندي هون هاي الناتج، فمعناته الشير هون زيرو، الشير هون زيرو، بضل ماشي مستقيم. بعدين عندي ثلاث، الثلاث عكس الشير هاي، فبالتالي الثلاث بتنزلني، الثلاث نزلني زي هيك، بعدين ضل ماشي بس هيك. فهاي رسمة الشير، ما بسكرها لأنه الشير هون مش زيرو، هاي فيكس قيمة، المومنت له قيمة والشير له قيمة، تمام. أنا هاي رسمتها، اتركها شوي، بدي أرسم بس رسمة الشير إلها لجنب، أرسم رسمة الشير إلها لجنب. هاي رسمة الشير بتكون كينا صفر تمشي، نزلني ثلاث بتمشي، هاي رسمة الشير زي هيك، تمام. عادي بس انه مش، لا يعني انه قيمة الشير صفر، لا قيمة الشير هون سالب ثلاث، سالب ثلاث منزلني. هسه بنروح على المنبر بي سي، منبر بي سي برسمه بالاحمر، منبر بي سي هيو سي، هاي بي، هاي بي، هاي سي، رسم مومنت دايجرام. شو بعمل؟ قول له محور النورمال هو اللي هو زي المنبر، فبالتالي هذا النورمال، الشير اللي هو العمودي عليه. فبالتالي لما ارسم مومنت دايجرام عندي هون لود 15 5 قصدي، لما ارسم الشير دايجرام والمومنت دايجرام نزل هيك، نزل هيك، فول في. طيب هسه هيك، هسه الفكرة هون عندي، هسه هون لما قطع، لما اقطع عند السي، عند السي بالضبط، لاحظ انه قيمة النورمال تكون هاي عند الشير، هاي 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 الرسمة، هي ها هاي الرسمة، لاحظ انه عندي هاي ست، عندي هاي ثلاث. لما اروح الجهة الثانية بعكسهم، تصير عندي هون هاي ثلاث، هاي بتصير، يعني شير هون والنورمال هون، النورمال هون ونشير هناك، تمام. هي الفكرة، هي الفري بادي دايجرام، الفري بادي دايجرام، ست عندي خمسة بنفس المكان، عندي ثلاث أفقية، عندي هون قيمة الرياكشن هي واحد لتحت، طلعت واحد لتحت، بدي أرسم شير دايجرام، شير لفوق الإشارة الموجبة تطلع فوق هاي. شو بعمل؟ عندي ستة وخمسة، شو محصلتهم؟ واحد لفوق، بالتالي الشير هون واحد، مش مستقيم، بعدين عندي واحد بتنزلني هاي صفر. رسمة الشير، رسمة المومنت، طبعا رسمة المومنت، المومنت هون طلعته 15 اللي هو قيمة اللي هي ثلاث في خمسة 15، كيف اتجاهه؟ اتجاهه بكون هيك، هو المحصل لهاي، فهاي 15، بالتالي بالجهة الثانية بكون 15 زي هيك، لأنه هذا مومنت عكس بعض، إذا هاي هيك هذه بتكون هاي، هاي مع عقارب الساعة هذيك تكون عكس عقارب الساعة، هاي 15،
في هون في مومنت 15، مومنت 15 المومنت لما هو موجود فوق، وهي سالب، هاي 15 مالها صقر بالساعه، فبتنزلنا لتحت سالب 15 2 بوصل هنا لينير الصفر لانه المومنت على الطول دائما زيرو. هاي رسمتها. المومنت العكس عقارب الساعه سالب، عقارب الساعه رجل. عارف ليش مخربط؟ بس الفكره اللي انا فهمتكم اياها لحد هسه درس مومنت شير ديجرام او مومنت ديجرام للفريم، احنا عارفين كيف نرسم مومنت ديجرام للستاتيك، بس هسه الفريم جديد علينا، بنفصل كل منبر لحال ونحدد وين محور النورمال وين محور الشير. اول شيء تمهيد للموضوع اللي بعده هو هذا الموضوع اللي هسه هذا السؤال. السؤال حكى لي اوجد النورمال المومنت والشير ديجرام، المومنت والشير ديجرام. طيب هذا انا هذا كيف ارسمه؟ في عندي ميلان. الفكره نقرا السؤال، حكى لي اي سي رولر وبي فيكست كونكشن. فيكست كونكشن يعني في قيمه للمومنت، يعني هاي مش انترنال هنا. بالتالي عندي رياكشن، عندي واي اكس، عندي تي اكس، تمام واي اي اكس سي اكس. هسه بدي احل السؤال، بدي اركز اللود. هسه ما بدي اركز اللود المستطيل، قلنا نضربه بمسافه. هسه اي مسافه نضربها؟ شوف كيف شايف الخط هذا، الخط موازي لمين؟ هذا الخط موازي للبي سي. بالتالي بضرب قيمه اللود، قيمه اللود، قيمه اللود 0.1 4 1 4 1 ضرب طول البي سي، تمام. بنعيد، خط عندي هيك موازي للبي سي، فبالتالي قيمة اللود في البي سي طول البي سي بطلع طوله اللي هي 10 تربيع زائد 10 تربيع تحت الجذر هو تركيز اللود. طب كيف تركيز اللود؟ وين اتجاه اللود؟ اتجاه اللود هاي اعمي عمودي لتحت، عمودي لتحت، تركيزه بكون زي هيك، تركيزه زي هيك هون، تركيزه 0.14 في 1.4 في البي سي هو زي ما عندي بالشكل تحت، زي ما عندي بالشكل هون بيكون تركيزه مقداره 0.1414 في طول الوتر اللي هو 14.4 اللي هي 10 تربيع 10 تربيع تحت الجذر، بكون على منتصف المسافه. المسافه اذا هذا اللود عمودي زي هيك، بالتالي على منتصف المسافه افقيه، وكان هذا اللود زي هيك بكون على منتصف الوتر. بس هذا اللود، هذا اللود هيك، بالتالي على منتصف المسافه. يعني عرفنا اول شيء شو المسافه اللي نضربها باللود المستطيل، نضرب المسافه الموازيه للخط، بالتالي هاي عرفناها، باخذ منتصف المسافه. فهذا الفري بادي دايجرام اوجد، اوجد الرياكشن ببساطه، حكينا هاي اي اكس اي واي، خذ المومنت عندي الاي كيلو 2 5 اقص نص في 20، بيعطيني قيمه ال مش نص في 20، السي اكس في 20 بيعطيني قيمه السي اكس، بطبق سيجما اف واي بيطلع لي قيمه الاثنين، بطبق سيجما اف اكس بيطلع لي قيمه النص. طيب هيك عرفنا كيف نوجد الرياكشن. ليش انا هذا خليت الرياكشن فيه؟ لانه في ميلان، ميلان باللود والسطح. طيب هو عرفت انه تركيز اللود العمودي باخذ منتصف المسافه الافقيه. طيب هسه بدي ارسم الشير دايجرام والمومنت دايجرام. هسه نروح على الجزء الافقي، الجزء يعني المش مايل. البي سي الاي بي، الاي بي زي هيك محوره، هذا محور النورمال، بالتالي الشير هيك. رسم الشير دايجرام، قيمه الرياكشن هاي نص، وعندي هاي قيمه تمام تمام. نقدر نرسم الشير دايجرام، الخطوط زي هيك باتجاه الشير دائما، هاي قيمه الفي، قيمه الفي انزل نص، انزل نص، ماشي هي سالب نص، سالب.
هاي سالب نص وهاي سالب نص. طيب هاي كيف رسمتها بدها تكون؟ من ناحية لو عملت قطع، عند البي هون، البي لاحظ انه عندي الرياكشن هاي نص، عندي هاي القيمة 2، بالتالي هاي الرياكشن بده يكون هيك، هاي نص تشير هاي 2، عندي قيمة للمومنت، قيمة المومنت كم بتكون؟ نص 10 في قيمته 5 في اتجاهه، هذا بيعمل هيك، فهذا المومنت اللي بيعمله زي هيك، فهذا بتكون مومنت زي هيك، عكس اللي عكس اللي بيعمله، او بحلها سيجما مومنت وبشوف سالب او موجب، بكون فارض السهم. بالتالي هاي رسمة العمودي المومنت الشير ديجرام، عرفنا كيف نرسمه. هسه شو ضل علي؟ بي سي المائل. هسه هون الشغل بي سي، هسه البي سي عندي زي هيك، واللود عرفنا اللود كيف شكله، شكله زي هيك ولكن عمودي. زي هيك لود. فبالتالي الشيء النورمال ديجرام، وين النورمال؟ نورمال قلنا بشكل السطح، فبالتالي هيك النورمال، هيك النورمال. طب الشير كيف؟ الشير عمودي عليه، إذا هذا النورمال هيك، كيف العمودي عليه؟ بكون هيك. هيك المومة، هيك العمودي، طلع مائل. هذا النورمال، هذا هيك. ايش بعمل؟ بمد خطوط اتجاه الشير زي هيك وزي هيك. نهايه زي ما هي مرسومة معي. هسا هون التريك. هسه هون اللي انا عامل الفيديو هذا كلياته عشان السؤال هذا. هاي كل اللي بدي اياه، اعرف كيف ارسم مومنت ديجرام للسطح المائل، عرفت انه زي هيك. طيب هسه شو ظل علي؟ قطعت عندي الاي بي، لاحظ انه عندي هاي نص، نص لليسار، بالتالي بالاي بي، بدها تكون نص لليمين، بالتالي هاي نرسمها بالاسود، تكون هاي هيك بشكل افقي، هي موازي للهاي، يعني هاي نص هيك، بالتالي هاي نص هيك. وعندي اثنين لتحت، فبالتالي تكون هون اثنين لفوق. وفي عندي مومنت اذا هيك خمسة مع عقارب الساعة، فبالتالي بيكون عندي خمسة عكس عقارب الساعة. هذا الشيء عرفناه. هسه انا لما بدي ارسم الشير ديجرام، بدي ارسم الشير يكون بالاتجاه اللي زي هيك، بالتالي انا بدي احلل كل شيء وين لهذا، لهذا المحور. كيف بدي احلل؟ اسمعني ناجيك، ركزوا شوي شوي. عندي اول شيء بطلع الزاويه الافقيه، هي هاي الزاويه، هاي الزاويه ثيتا، طلعها من الانفرس ل 10 على 10 بتطلع معي الزاويه 45، زاوية 45. طيب أنا بدي المحاور بتكون هاي المحاور. فإذا هذا محور إكس الأصلي، يكون هذا محور واي الأصلي، بالتالي هذا محور النورمال، بالتالي هذا محور الشير. أنا بدي القوة كلها تتركز المحور اللي باللون الأسود، اللي هو المحور هذا، المحور هذا. بدي القوة تتركز على المحورين السود هذول. بالتالي عندي النص هاي، بحللها هون، بدي احطها بلون اخضر، نص هاي بحللها هون، الاثنين هاي بحللها هون، بطلع قيم الشير. الخمسه، هذا مومنت، المومنت ما بتحلل عادي. هسه نص هاي تحللت هون، برضه بتتحلل هون، هاي بتحلل هون وبتتحلل هون، والاثنين هاي تحللت هون وبدها تتحلل هون، تمام. طيب شو ضل اشي كمان يتحلل؟ اللود هذا المستطيل، اللود المستطيل انتو 0.1414، بالتالي اضربه بالزاوية كوسين الزاوية هاي ثيتا، كوسين الزاوية ثيتا طلع لي معي بوينت، تمام. طيب نعالجة الرسمة، الفكرة اللي بدي اوصلها سطح المائل، احلل كل شيء السطح المائل النورمال، السطح المائل وشير السطح المائل اللي خربشناه هسه زي ما صار على الفاضي. كيف هسه تحليل رسمه الكتاب، تفسير رسمه الكتاب. البوينت 141 هي عباره عن بوينت 1414 كوسين 45، بتطلع معي تقريبا بوينت 1. بالتالي هاي البوينت 1 اللي هي عباره عن تركيز
اللود المستطيل اللي كان زي هيك محور زي هيك. تمام تمام تعرف شو الزاوية اللي بينهم طلعها. إذا هاي الزاوية أعلمكم عليها كم محاور. إذا هاي الزاوية مثلا 30 بالتالي هي تكون الزاوية 60، بالتالي إذا هاي 60 تكون هاي 30، إذا هاي 30 تكون هاي 60، إذا هاي 60 هاي تكون 30، بالتالي هاي 60، بالتالي هاي 30، بالتالي هاي 60. بالتالي إذا بدي أحلل هذا عمودي أحلله على هذا على محور الشير أضرب كوسين 30، لكن ضربته بكوسين 45 بدي القوة اللي جاية مثلا هاي الرياكشن بي مثلا الشير عند بي أحلله على الفي أضربه بكوسين 60، أحلله على محور النورمال أضربه بكوسين 30 أو سين 60. يعني بتقدر تثبت زاوية وتضرب تعرف إنه الشير كوسين الزاوية المتممة مثلا، يعني مثلا خلاص بعرف هذا اللود المستطيل لو ضربت كوسين زاوية بالسؤال بطلع قيمة الهاي بطلع قيمة الشير على المائل. لا أنا بفضل إنه تحللهم هيك الزوايا تطلعهم كلهم وتحل. طيب طلعت أنا هاي بوينت 1، البوينت 1 كيف صارت؟ صارت بالاتجاه اتجاه الشير زي هيك. عندي هاي صارت 1.06، كيف صارت 1.06؟ النص اثنين حللتهم محور الشير ضربتهم كوسين وسين الزوايا هاي طلعتهم كوسين 45 وكوسين 45 وسين 45 عموما هيك. بالتالي طلعت معي هاي 1.06 وهاي طلعت معي 1.77. بالتالي ال 1.6 طلعت لفوق بعدين هنا بمشي لينير زي هيك لعند الصفر بعدين بتطلع معي هاي 0.354. طيب هاي 0.354 شو هي؟ هي عبارة شايف هاي النص حللها على محور شير نص كوساين 45 تطلع معي 0.354. هاي شو بتعمل؟ بتطلعني لفوق وبتصفر الشير. تمام تمام النزول اللي نزلته نزلت بوينت 1 في 14.14. ليش ضربت راس 14 بوينت 1 في 14.14؟ لانه هاي لانه اللود هاي على المحور نفسه المسافه هي المسافه، فصار زي كاني انا عامل هيك عشان هيك افق هذا صار زي كاني ضربت هاي قيمته 3 قيمته 5 زي كاني عملت 3 في 5 نزلت 15 نفس الشيء. زي كنا لفيت الورقة بس ما لفيتها بهاي عملت كوساين كوساين. المهم الدياجرام بطرح بعدين. هو المهم زي الشير وأسهل ده أسهل من الشير، بس أنا كان فكرة كيف تعرف توجد الشير. طيب إذا كان عندي السؤال زي هيك، إحنا حكينا لما نركز اللود نشوف كيف شكل الأسهم وبنشوف شو الخط. لاحظ إنه هذا الخط كيف هذا إنه هذا الخط عمودي، بالتالي لما أضرب المسافة بضرب الأربعين المسافة هاي، هاي المسافة 3 40 في 3 120. كيف شكل السهم بيكون؟ بيكون شكله زي هيك. هاي 120 120 هاي كم؟ 120. باخذ سيجما فيكس سيجما فاي سيجما مومنت بطلع الرياكشنز. هسه بضل علي بدي ارسم المومنت دياجرام. بدي ارسم المومنت دياجرام هسه هون في عجقة مش طبيعية، هون في عجقة مش طبيعية. بدي ارسم المومنت والشير دياجرام بكل بساطة. بدي ارسم مثلا هاي نورمال، بالتالي هاي الشير زي هيك. تمام؟ وجدهم ارسمهم. طلع القيم اللي هون، عكسهم على الجهة الثانية، صار عندي هذا هيك. هذا اللود زي لود رياح زي هيك. تمام؟ تمام. وهاي الزاوية 36. أقدر أرسم لها مومنت والشير دايجرام، هذا محور النورمال. هذا محور الشير. طيب هذا اللود اروح فيه، هذا اللود افقي. بدي اعمل احط على هذا اسقطه على هذا المحور. كيف بدي اسقطه هسه؟ بقدرش احكي انه هاي الأربعين الأربعين امسكها واحط هيك يعني هيك تصير. لا لازم الأربعين تغطي الاي بي كامل. شو بعمل انا؟ ركز اللود 120. شوف هاي الفكره، ركز اللود 120 بعدين بحلل هاي لمحور نورمال والشير، يعني بحللها هيك هيك
هسه هاي القوة اللي بتطلع شو بعمل في الفكرة هاي؟ يعني فكرة عكسية، قد مركز بدي حوله لموزع. يعني احنا كنا نحكي اللود المستطيل زي هيك 5 متر 2 مثلا، 2 في 5 بيعطيني 10 زي هيك. بس انا لا، عندي 10 بدي احولها لمستطيل عشان اعرف كم بتكون على الاي بي كامل. فشو بعمل انا؟ شو بعمل انا؟ ببساطة ركز اللود، ركزته 120 120، اضربها بقوسين الزاوية هاي، لانه هاي الزاوية افقية وهذا سطح مائل، لانه ما اعطاني هاي الزاوية كم، اضربها بقوسين 36 بتطلع معي هاي. هاي كم طلعت معي؟ نزل نشوف الكتاب شو طلعها. طلعها كأنه 72، طلعها 72. طلع هاي القوة المائلة مقدارها 72. بس هاي 72، هاي 72 بخليها على طول، على طول ال 5 متر هذول، على طول 5 متر هذول ببساطة زي هيك. هاي دبليو 5 متر زي كانها مائلة، هتساوي لود مقدار 72 اثنين ونص ونص. تمام، فشو بعمل انا؟ 72 قسمتها على 5، 72 على 5 بيعطيني فاليو تساوي 14.4. 14.4 في 5 بيعطيني 72. فاذا هذا اللود ال 72 لو بدي احوله للود موزع، شو بعمل؟ بقسمه على طول الوتر هذا، هذا الوتر طوله 5. ليش؟ انه هاي 3 هاي 4، 3 4 5. بالتالي اللود المستطيل صار لود ال 72 هاي 72 كيف اجت؟ حللت ال 120، 72 قسمتها على 5 اعطاني لود مستطيل شكله زي هيك. هسه صار لود مستطيل شكله زي هيك، بترسم الشير والمومنت دايجرام ببساطة. عندي المحاور هاي الشير، ال 2.5 هاي قطة هون بضربها بكوسين الزاوية هاي، 120 هاي بضربها بكوسين الزاوية هاي قطها 120، وال 2.5 لما اضربهم كوسين وساين لما حصلتهم تطلع معي 97.5. تطلع معي تطلع معي 70 نورمال 97.5. بالتالي محور الشير 70 نزلني 14.4 بضربها ب 5 نزلني 72، وجبالة تنزلني 72، احنا عرفنا انه جت 72 تم بسط. فهاي هاي الاثنين، فهاي قيمة الشير هون اثنين، وهذا المومنت 170 كيف اجى؟ في 70 5 ناقص 14.4 في 5 تربيع، طلع لي قيمة مومنت ال 170. هي هاي رسمة المومنت في جرام. طيب بدي اروح ارسم هسه الافق ببساطة، هذا الرياكشن 8.5 وفي عندي رود 80، فبالتالي هذا 8.5 170 رسم طبيعي في معادلة. ايوه ها 80 كان 8.5، فبالتالي لما هذا افصله هاي 2.5 لتحت، رسمه من دايجرام عادي. 170 انتهت هون. هذا عندي فعليا كيف هسه انا شرحت الشير دايجرام او المومنت دايجرام بشكل مش تفصيلي، بس انتوا هسه عرفتوا كيف ترسموه سطح مائل. بضرب لكم امثله، بروح كتب ثانيه دقيقة بس اعمل شير سكرين، اعمل سكرين كامل بس دقيقة. بروح على structure مثلا، بروح على هذا الكتاب statically determined function solver position لا action هل شرحتهم قطعة 1 2 3 4 في الأم 4 وبمشي 3 في number of videos 3 في 2، مش مشكلة. مثلا عندي هون درسم الشير، درسم المومنت في الشير ديجرام لهذا، هذا لود مستطيل عادي هاي هيك، كيف الشير هون هيك، الشير هون هيك، اللي بطلع قيمة الرياكشن هذا
بنزلني فبطلع وبنزل عادي بسيط، تخليلات فهم بس مش ديجرام. أنا بروح على سطح مائل أورجيكم كيف. فلاحظ إنه هاي ال 12 هيك تمام، ال 12 هيك، فبضرب 12 في المسافة، إيش المسافة الموازية لهذا، هذا الخط كم؟ 8، في 12 في 8 بتعطيني قيمة اللود وين؟ بالمنتصف اللي هي على 4. هذا اللود بيكون زي هيك هون، بس بدي ارسم الموت الشير دايجرام له عادي برسمه. نساش انه خلص لما فصلت صار 12 و12، هاي شو بعمل فيها؟ بركزها، شوف كيف هاي بركزها زي هيك، بعدين خليها هون، بعدين هاي بركزها على الطول، هذا بيعطيني اللود المستطيل. هاي شرحناها قبل شوي، هاي فكرتها 12 لما ركزها بعدين بتصير 9.6 عادي ما صعبة. بروبلم مثلا عندي هذا السؤال، عندي هذا الخط مائل لود عمودي زي اول سؤال حليناه، شو بنعمل؟ بنركزه على طول، البيم اللي هو 9، لود بيكون زي هيك، فبالتالي لما درسه من المومنت الشير ديجرام بحلله، بحلل اللود هذا اللي يطلع معي زي هيك. أسئلة كثير يعني شوفوا مكتوب هون مثلا سمو مشتري ديجرام هيك هيك، هذا اللود موزع طول الوتر، بنفس الوقت برضه تركيزه على الوتر، تلاحظ مباشرة 30 طول الوتر القيمة اللي بتنزلني بالمومو مشتري ديجرام هاي هيك، يعني هيك مباشرة تنزلني هيك هيك، يعني هذا مباشر ما فيش داعي أحلل ولا شيء. شو الأسئلة اللي بحلل فيها؟ أنا هذا زي هيك ما في داعي أحلل، هذا حل ليش؟ لأنه بدي أحلل على طول الوتر والعمودي بركض وبوزع زي أول حاجة، نفس الإشي شو بعمل؟ بركزه على 10 بعدين بحلل بعدين بقسم على طول الوتر. هذا مثلا الانترنال هنج بالفريم زي البيم بفصل يمين يسار. هيك احنا شرحنا اهم الافكار الرئيسيه بالستركتشر 1 من ناحيه المومنت ديجرام. علي اشرح المعادلات بشرحهم ورق ان شاء الله مش على الزوم زي هيك، وكيف ارسم المومنت ديجرام بشكل عام. ويعطيكم العافيه وبالتوفيق للجميع.